اهلا بكم اعزائي المشاهدين على قناه بيبو سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيبو. هنتكلم بقى على احداث الدوري المصري ومباراه الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز اللي احنا شفناها بالامس، وفاز الزمالك بثلاث اهداف نظيفه على بيراميدز، وكلنا شفنا ان بيراميدز بالعربي كده ما جاش هذه المباراه وكان اداؤه عادي جدا امام نادي الزمالك اللي بيتربع على مقدمه الدوري المصري الممتاز. خلينا نقول ان الفضل كله بيرجع بعد ربنا لجيزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك اللي عمل توليفه رائعه وبالعربي كده عمل من الفسيخ شربات، والفضل كله ايضا يرجع لحارس المرمى محمد عواد، له فضل كبير جدا ان الزمالك يبقى على مقدمه الدوري. التصديات الرائعه في المباريات الصعبه كان ممكن التصديات دي تبقى اهداف ويبقى الزمالك في مكان اخر في جدول الترتيب في هذا الموسم. الاهلي طبعا وكلنا شايفين تراجع المستوى الكبير للنادي الاهلي وكميه الاصابات الكبيره اللي بيعاني فيها النادي الاهلي هذا الموسم، طبعا كلنا عارفين ومقدمين العذر ان هؤلاء اللاعبين عندهم مشاكل بدنيه كبيره جدا لها اكتر من تفسير. التفسير الاول ان اغلب اللاعبين اللي موجودين دلوقتي مع النادي الاهلي بيتمرنوا خارج جدران القلعه الحمراء، وبالتالي مفيش تنسيق بين الجهاز الفني والتدريبات الخارجيه لهؤلاء اللعيبه، علشان كده نلاحظ ان مشاكل كتيره جدا وكبيره قابلت النادي الاهلي، وكلنا شايفين بالجمله تمزق في العضله الخلفيه وتمزق في العضله الاماميه لاغلب اللاعبين، واللعيبه بتتساقط زي ورق الشجر زي ما انا قلت قبل كده في حلقه سابقه. ان تلاحم المواسم للنادي الاهلي، الفرقه الوحيده اللي ممكن تكون ما ريحتش على مستوى العالم هو النادي الاهلي. ليه بقى؟ لان فتره كورونا ادت الى اللعيبه كانت جايه من بعد ما كلنا كنا شايفين فتره راحه في زمن كورونا، اول ما بدات كورونا ربنا ما يعودهاش تاني، رجع الدوري المصري ولكن لابد ان هم يكملوا المواسم من فتره توقف هذا الدوري. سببت هذه الامور ما يبقاش في فتره راحه في خلال الثلاث مواسم، علشان كده اغلب اللاعبين بدات تقع لانه بيشاركوا مع المنتخب المصري، شاركوا مع النادي الاهلي في بطوله العالم وفي بطوله افريقيا وفي الدوري وفي الكاس، وكل ده تلاحم. اتخن لاعب هيقع في الملعب مهما كان امكانياته البدنيه العاليه اللي احنا بنشوفها عليها قبل كده. صراحه جهد كبير جدا لهؤلاء اللاعبين لما يكونوا واخدين اتنين افريقيا واتنين سوبر افريقيا ويروحوا بطوله العالم مرتين ورا بعض ويطلعوا من اخر بطوله امام الوداد المغربي، وكلنا عارفين التفاصيل اللي مر بها النادي الاهلي في المباراه النهائيه الاخيره، ولو كانت المباراه موجوده خارج المغرب اعتقد ان النادي الاهلي كان ممكن يحصد اللقب. الزمالك استفاد كتير جدا من تراجع مستوى النادي الاهلي وبالتالي تمسك بالفرصه للعام الثاني على التوالي. الميزه يا جماعه ان جيزفالدو فيريرا مدرب كبير وكلنا شفنا تخلي ابناء نادي الزمالك الكبار في وقت ما كان نادي الزمالك محتاجهم، كل واحد قال لك انا عاوز اروح اعاره، انا عاوز خلاص اوقف مسيرتي مع نادي الزمالك. وشوف في وقت اللاعب بيدور على نفسه طبيعي جدا بيحصل في كل الانديه، وخلينا نتكلم بكل صراحه ان حته الانتماء ما عادتش موجوده، هو الانتماء عنده المال. الكلام كتير حول الدوري المصري الممتاز، لسه في مباريات متبقيه ممكن يكون فيها كلام تاني، لكن احنا عاوزين نقول ان في اسباب للنجاح وفي اسباب للفشل بنشوفها دايما مع اغلب الانديه، والنادي الاهلي كبير ويقدر يلملم نفسه ويرجع يبقى احسن من الاول، وشفناه كتير جدا ان النادي الاهلي لما بيبقى فيه تراجع للمستوى بيعرف ازاي يرجع يبقى اقوى من الاول. علشان كده احنا بنتمنى التوفيق لكل الانديه سواء الاهلي او الزمالك او كل الانديه اللي موجوده في الدوري المصري الممتاز. بنقول ان المارد الاحمر اكيد هيحصل فيه بركان وثوره تغيير كبيره جدا في الايام القليله القادمه، واعتقد هنشوف صفقات من العيار الثقيل في صفوف النادي الاهلي وقائمه النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي احنا بنكن له كل احترام وادب، لان هذا الخلوق الاسطوره الكابتن محمود الخطيب لاعب من العيار الثقيل، وما ينفعش ان احنا لما اسم الكابتن محمود الخطيب نقول الاسطوره، لان الراجل ده يا جماعه في قمه الادب والاخلاق. بنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.